اسمو اب چایسنی اب نغماتی رو حسر اف اری هو او چسف شانینه بریک الراب یا جمیع الارواح سبیحیه وزیدی حولوان ایل الابد. اب چایس معناها الرب ونی اب نغما معناها الارواح وساعات تيجي بمعنى الرياح. باركوا الرب وارفعوه ما قدرتم فإنه أعظم من كل مدح. يشوع بن سراخ 43-33. ربي وإلهي ومخلصي الصالح يسوع المسيح، أباركك يا رب ليس فقط بجسدي وحواسي وإنما أيضا بروحي، فروحي تباركك حينما تتخلص من ثقل الجسد وتأخذ هي زمام الأمور في حياتي وتصعد بي إلى أعلى وتتحرر من قيود الشهوات الدنسة الرديئة وتنطلق وتتذوق عمق الحياة معك، فتأخذ كياني وجسدي وترفعهما إليك فتتقدس حياتي وأعمالي وأفكاري. آمين.